ازاي اختبر كابل واحدد مكان العطل بالظبط في الكابل ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده. تابعني في البدايه صديقي، لا تنساني من اللايك والشير والسبسكرايب في القناه، ادعمني على البيتر لو مقتنع باللي احنا بنقدمه. كلمه ميجر ديت يا جماعه هو في الحقيقه اسم الشركه المصنعه، والميجر ده هو عباره عن جهاز انا بستخدمه، مشهور سوقيا كده بستخدمه علشان اقيس مقاومه العزل، اشوف العزل بتاع المعده بتاعتي ديت او الجهاز بتاعي ده تمام ولا لا، كويسه ولا لا، ولا منهاره، لان لو انهار العزل هيحصل تسريب كهرباء، هيحصل مشاكل كتير في المعده وخطورة كمان على الإنسان. جهاز الميجر بيسموه الانسيوليشن تيست ديفايس، انسيوليشن تيست ديفايس اللي هو جهاز اختبار العزل. أما شركة ميجر فهي شركة متخصصة في الإلكترونيك تيست إيكويبمنت أند ميجرينج إنسترومنت فور إلكتريكال باور أبلكيشن، هي شركة متخصصة في عمل الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في القياس. هنشوف القيم لما بنقيس على الكيبورد بتاعنا، هنشوف القيم متطابقة مع القيم اللي عندي ولا لا. يعني في التجربة العملية اللي إحنا عملناها على كيفية استخدام جهاز الميجر، في التجربة بتاعتنا كان المفروض مقاومة العزل ما تقلش عن 20 ميجا اوم، واحنا لما قسناها طلعت اعلى من كده والحمد لله، فاكتشفنا ان التست كان تمام والدنيا كويسه. كنا بنقيس في الوقت ده ملفات او عزل الملفات لجنريتور اندكشن جنريتور. توصيل الجهاز يا جماعه في حاله الكيبل بيكون كالاتي، بوصل السلكه اللي مكتوب عليها لاين بالطرف المراد ان انا افحصه من الفازات الثلاثه، والطرف الثاني بالايرث بالشيلد بتاع الكيبل. في خطوه مهمه جدا جدا لازم تبقى حضرتك عاملها، وهي انك تبقى فاصل الكيبل من الناحيتين، يعني من الناحيه اللي متوصل بيها ومن ناحيه المصدر. الكابل يبقى حر تماما تماما تماما، لان في الحاله ديت انت ممكن حضرتك تكون بتحقن على المصدر او بتحقن على كيبل، في خطوره في الموضوع ده. يعني لما كنا بنحقن على الجنريتور كنا بنحرر البراشز بتاعته، ان البراشز ديت واصله بوحده اسمها سي سي، ولو حقنت عليها 1000 فولت ممكن تطير معاك. ده بوضح ليك الخطوره بمثال عملي. بنقيس مقاومه العزل عن طريق الحقن بجهود معينه، وعملنا فيديو قبل كده عن جداول محطين فيه، جدول محطوط فيه ان لو الاوبريشن فولتج بتاع جهاز معين بكذا، طيب استخدم جهد قد ايه في عمليه الحقن. فبحقن بجهود بتختلف من مكان من كابل للتاني. فلو الكابل ده مثلا جهد منخفض ممكن يوصل معايا الحقن لحد 1000 فولت، ولو جهد متوسط ممكن يوصل معايا الحقن لحد 5000 فولت. دي كلها موضحناها في الجدول، القيم دي تقريبيه. فانا بقول لك ممكن طب بص في الجدول شوف هتحقن قد ايه. والافضل من ده كله المواصفه اللي جايه مع الكيبل نفسه، ان لو الكابل دوت احقن عليه بكام علشان اعمل له تيست. بضغط على زر التيست بتاع الميجر او جهاز الانسوليشن تيست ديفايس بتاعي، بضغط عليه لمده 30 ثانيه علشان الجهد يلحق يتحقن. المصدر بتاعي بيقول ثانيتين، لكن انا بقول 30 ثانيه، ده افضل علشان تظهر معاك القيمه بطريقه افضل. يعني فرضا لو في مشكله هيحدد لك، احنا عرفنا كده ان في مشكله، ازاي بقى احدد مكان المشكله؟ انا كده عرفت ان في مشكله، احدد مكان المشكله في الكابل ده ازاي؟ وهنا يجي دور حاجه اسمها كيبل فولت اند تيست سيستم فان، وهي عباره عن سيارات او شاحنات بتستخدم في اسمها عربيه الاختبار، من بالعربي عربيه الاختبار. بتكون فيها ايه عربيه الاختبار ديت؟ بتكون فيها ميجر انسوليشن تيست زي اللي احنا استخدمناه من شويه، ولكن هنا قيمه بتكون او رينجاته اعلى. يعني كنا بنستخدمه مثلا في الجنريتور كان اخر حاجه فيه 1000 فولت، هنا لا ممكن نوصل معانا 15 كيلو فولت. في رقم 2 جهاز اسمه التليفليكس، وده بيعتمد على حاجه اسمها التايم دومين ريفليكتوميترز، ان هو جهاز بيرسل نبضات اللي هي اختصارها تي دي ار اس، يعني بيعتمد انه بيرسل اشاره لمكان في وقت معين. ومن قانون السرعه بتساوي المسافه على الزمن، ممكن احدد من هنا المسافه العطل فين بالظبط. فانا عرفت ان المسافه مثلا او العطل على مسافه 200 متر، اروح عند ال 200 متر، عايز احدد بقى بالظبط وبدقه فين العطل بالظبط. جهاز التليفليكس يا جماعه هو اللي بيقوم بموضوع الحسابات، يعني مش بيديني مسافه وزمن وانا اقدر مش بيديني سرعه وزمن وانا اقدر احسب المسافه، هو بيقوم بكل حاجه، بيقول لك المسافه فين بالظبط. في رينجات مختلفه من التليفليكس يا جماعه، في 8 كيلومتر، في 160 كيلومتر، في 1280 كيلومتر، يعني يقدر يقيس او يحدد عطل على المسافات. وفي منه طرازات مختلفه زي التي 30 90 اللي هو اي 30 90، وفي الاس اكس، وفي الفي اكس. عشان احدد المكان بدقه افضل واكثر بستخدم حاجه جهاز اسمه السيرج ويف جنريتور، سيرج ويف جنريتور مولد نبضات، وهو جهاز بيكون موجود في عربه الاعطال بتاعتي، بيرسل نبضات بيمكن سماعها بجهاز اسمه ديجوفون او السيرج ويف ريسيفر. جهاز كده بمشي بيه على الكابل، برسل نبضات وبمشي بالشاكوش كده على الكابل او الجهاز ده على الكابل، وحاطط سماعات في وداني. باجي عند العطل بالظبط او نقطه العطل وتلاقي الصوت اتغير، وبطريقه ادق بتلاقي الصوت فرقعه، صوت عالي عن الصوت العادي اللي انت سمعت.
سامعه طول ما انت ماشي على الكيبل بتاعك، تعرف ان هنا فعلا بالظبط مكان العطل. في هناك حاجه اسمها حل بديل، في جهاز اسمه البيرنر، وده جهاز برضه بيكون موجود في عربه الاعطال بتاعتي او سياره الاعطال. جهاز البيرنر ده هو جهاز بيرسل انا عارف ان كل كابل يا جماعه بيبقى ليه ريتد فول كارنت بيشتغل عليه، يعني هو الكارنت اللي ممكن يشتغل عليه الكيبل دون انهيار العزل. برسل الكيبل، برسل قيمه للتيار ده او قيمه التيار ده في الكيبل بتاعي، وعند النقطه اللي فيها انهيار بتلاقي في فرقعه او في انهيار فيها. ليه؟ نقطه ما بتستحملش التيار اللي ماشي في الكيبل، فبيحصل انهيار في النقطه ديت وفرقعه، وبيتم سماع الفرقعه ديت وملاحظتها. كالعاده ده كان فيديو اليوم، ارجو يكون حضرتك استفدت. لو حضرتك استفدت لا تنسى من اللايك والشير، سبسكرايب في القناه، كلم حد عن عبد الرؤوف 89، حط لنا كومنت تحت الفيديو. اشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله رب العالمين، انتظرنا الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.